السلام عليكم وأهلا بحضراتكم في هذه التغطية المستمرة معكم على شاشة القاهرة الإخبارية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقد دخل في يومه 70. أتشرف أن أكون معكم فيها أنا كمال ماضي بصحبة زميلتي داما الكردي. أهلا بك داما. أهلا كمال، ونبدأ بأخبارنا لهذه الليلة. قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن قطاع غزة جزء من الأراضي الفلسطينية. نعم، وفي تصريحات خاصة للقاهرة الإخبارية أفاد عزام الأحمد بأن الرئيس محمود عباس أبو مازن كلفه بالتواصل بشكل مباشر مع حركة حماس. مستقبل غزة فلسطينية جزء من أراضي الدولة الفلسطينية المعترف بها من كل العالم. أبو مازن طلب مني التواصل مع حماس، وطلب مني التواصل مع حماس من أجل أن نلتقي في القاهرة. طلب مني التواصل بشكل مباشر ونفذت طلبه. يعني بالنسبة للأخ إسماعيل هنيلي، مكتبه قالوا لي في الدوحة هذا مساء اليوم أنه سيصل الليلة إلى الدوحة وسيتصل معي إما غدا أو الليلة بعد وصوله. وأشاد عزام الأحمد في تصريحاته للقاهرة الإخبارية بالدور المصري الساعي إلى توحيد الموقف الفلسطيني. وأشار القيادي بمنظمة التحرير إلى أن القيادة الفلسطينية تقف مع مصر والأردن لمنع التهجير القسري للشعب الفلسطيني. دائما مصر تفتح لنا أبوابها لرعاية أي اجتماعات فلسطينية لكل الفصائل دون استثناء. هناك تهديد بالتهجير القسري لأهلنا في غزة باتجاه سيناء والأراضي المصرية، وهناك أيضا تهديد بالتهجير لأهل الضفة إلى الأردن. ونحن ننسق مع الأشقاء في مصر والأردن ونقف موقف واحد متصدين لهذه المحاولات الإسرائيلية. وأعتقد يعني حتى الأمم المتحدة و يعني المجتمع الدولي بكل دوله بما فيها أمريكا أعلنت رفضها لهذا المشروع الذي لن يتحقق. قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلتقي اليوم في رام الله بمستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان. وفي تصريحات خاصة للقاهرة الإخبارية أعرب أبو ردينة عن انعدام الثقة بإسرائيل وبتصريحات الولايات المتحدة التي تقدم الدعم الكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي، معلنا الاتفاق مع مصر وموقفها الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين. الموقف الأمريكي يعني معروف داعم لإسرائيل، وكما قلنا مرارا وتكرارا ما لم تتدخل الإدارة الأمريكية وأن تفرض على إسرائيل وإلزامها بوقف العدوان ستبقى كل الجهود في مهب الريح. على أي حال هنالك جهود فلسطينية عربية موحدة تتجول على دول مجلس الأمن الدولي وتقوم بنشاط سياسي هام، لكن للأسف كما شاهدنا في الجمعية العامة 153 دولة صوتت لفلسطين والإدارة الأمريكية فقط هي التي أحبطت المشروع الفلسطيني. هنالك جهود فلسطينية وعربية، لكن كما قلت لك الإدارة الأمريكية لا يعنيها شيء سوى دعم إسرائيل وإبقاء المنطقة العربية تعيش في أجواء من التوتر. قلنا لهم أن التهجير داخل غزة أو خارج غزة خط أحمر لن يسمح به ولن نقبل به، ونحن والجانب المصري متفقون تماما على هذا الموقف الوطني والقومي السليم. وبالمناسبة نحيي الموقف المصري الرسمي والشعبي والرئيس السيسي على الموقف القوي الذي يقول لإسرائيل وأمريكا لا، التهجير لا يمكن القبول به. قال المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد حلا سياسيا يؤدي إلى دولة فلسطينية مستقلة. وفي تصريحات للقاهرة الإخبارية أكد دولة أن نتنياهو يعلن خلال حربه على غزة عداءه لكل ما هو فلسطيني.
هذه المرحلة إن لم توصلنا إلى الدولة وتنصل منها الطرف الآخر ونعني الاحتلال، فلا يمكن أن نظل متمسكين بما يرفض هذا المحتل ولا يلتزم به. وبالتالي هو لا يريد أوسلو، لأنه على ما يبدو قد وصل اليوم إلى نتيجة أن العالم اليوم كله سيضغط في المرحلة القادمة إلى أن يكون هناك حلا ومسارا سياسيا يقضي إلى دولة فلسطينية، وهذا ما لا يريد نتنياهو ولا تريد حكومة الاحتلال التي تبرمج كل مشاريعها على عدم قيام دولة فلسطينية. وبالتالي هو يتحدث اليوم بهذه اللغة ليس تحديا للفلسطينيين وإنما تحديا للعالم. وبالتالي الأهم اليوم من الحديث في اتفاق أوسلو أن نتحدث في عقلية نتنياهو وهذه الحكومة المجرمة وجيش ومؤسسة الحرب التي تفوض عدوان على الشعب الفلسطيني، والذي يعلن فيه نتنياهو صراحة عدائيته لكل ما هو فلسطيني، ليس لفصيل ما وإنما للمشروع الوطني التحرر ولمستقبل قضية فلسطين. وينضم إلينا من القاهرة الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك بالتأكيد معنا دكتور أيمن على شاشة القاهرة الإخبارية. وفي البداية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن كلف السيد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالتواصل مع حركة حماس للتلاقي في القاهرة. أصبح التلاقي بالتاء بالطبع، أصبح التلاقي مواتيا مناسبا بعد 69 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أم أن هذا الوقت لم يعد مناسبا؟ بعد التحية لك ولكل السادات والسادة المشاهدين والمتابعين الكرام، طبعا يعني أن تأتي متأخرا خير لا تأتي أبدا. بالتأكيد يعني بعد أو ندخل يومنا 70 لم يحدث هناك ما هو متغير بحقيقة من قبل القيادة الفلسطينية التي كان منوطا بها أن تقوم أولا بالتالي في اليوم الأول للحرب أن تعلن تشكيل إطار قيادي مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يستند إلى اتفاق القاهرة عام 2005، وبناء عليه يضم كل الفصائل بما فيها حماس والجهاد الإسلامي لهذا الإطار ضمن إطار قيادي يدير كل هذه الأزمة، من ضمنها الأزمة السياسية، ويتساوى بها كل أعضاء بعضو عضو عضو، حتى التنظيم اللي عدد أعضائه لا يتجاوز 20 عضوا وأصبح عضو في اللجنة التنفيذية. لكن هذا لم يتم، وللأسف الشديد كمال يعني خلال الفترة الممتدة 70 يوم خرج تصريح من الرئيس مع طبعا رئيس فنزويلا قال له هذه الأزمة بين حماس وإسرائيل، وأيضا تصريح ناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيلة بوردينا قبل عدة أيام أن أيضا هذه الأزمة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي. كانوا بغنى عن كل ذلك وأن كانوا بغنى عن كل هذا الأمر وأن يتحملوا بشكل كامل وزر هذا الأمر. حدث ما حدث يوم 7 أكتوبر بغض النظر لم ينسق معكم، لكن وضعنا الفلسطيني لم يكن أفضل من مما كان، يعني وضع سيء في غزة، وبالتالي كان لابد من أن يكون هناك خطوات تجريه. لكن أنا أعتقد إن كان هذا الأمر سيفضي إلى معالجة الحالة الفلسطينية، خاصة بعد توحش نتنياهو وحكومته على السلطة، وحديث نتنياهو أمس بأن الأجهزة الأمنية السلطة سيتم الهجوم عليها. هذا تغير كبير جدا في ظل أيضا لازلنا نحن فلسطينيين متمسكين بشق التنسيق الأمني وهو شعرة المعاوية التي بقت بين السلطة وبين الاحتلال الإسرائيلي والأمريكان. يبقى الأمر إن ذهبنا إلى حديث عن مصالحة، هل سنعود مرة أخرى في الدائرة المفرغة اللي منذ سنوات تقود مصر محاولات جادة لإنجاز المصالحة وثم تفشل، أم ستكون هذا اللقاء فقط بروتوكولي نحن نريد أن نتحاور مع حماس، خاصة أنه اليوم تصريحات اللي بتأتي من البيت الأبيض بضرورة تجديد القيادة الفلسطينية ولاحقا لتسليمها قطاع غزة والضفة الغربية. التجديد بالطريقة الديمقراطية، والتجديد لا يفرض علينا لا الاحتلال ولا الولايات المتحدة الأمريكية من ننتخب، حتى لو أراد الاحتلال أن يفرض ذلك فهذا مرفوض، وإن أراد الشعب الفلسطيني أن يختار حتى حماس مرة أخرى فهذا حق للشعب الفلسطيني، لا أحد يستطيع أن يمنع ذلك أو يفرض علينا. والشعب الفلسطيني بالعادة هو يرفض الإملاءات، وبعد كل هذه السلسلة من إن كانت من اتفاقية أوسلو وما تبعها ومن هذه الحالة النضالية من الاستعمار لم يستطع لا يفرض علينا لا في ظل وجود الانتداب البريطاني ولا في وجود الاحتلال قيادات تحكم الشعب الفلسطيني، وكل من حاول ذلك فشل، حتى رابطة القرى اللي حاول الاحتلال إنشائها في سبعينات القرن الماضي فشلت. بالتالي أنا أعتقد الآن دعوة أو حديث الأخ عزام الأحمد حول لقاء في القاهرة، أنا أعتقد أنه حماس بخدها مني مسبقا سترفض هذا اللقاء، لأنها تدرك أن أتوقع ذلك، أن أتوقع أن حماس سترفض هذه الدعوة. ما المؤشرات لهذا الأمر أو لهذا الرأي؟
أنا أتوقع حتى حديث أنه اليوم أنه تواصل مع مكتب، حتى حديث الأخ عزمنا وتواصل مع المكتب في الدوحة وقال له أن رئيس المكتب السياسي قد يكون لصعوبة التواصل ليس إلا لذلك أتوقع، أنا أتوقع ولا أجزم في هذا الأمر، وهذا قد يفيد التأكيد وقد يفيد النفخ كمان، لكن أعتقد حماس جرحت بشكل كبير جدا من السلطة وحديث عليها أن تكون ضمن النظام السياسي الفلسطيني الحالي. في مضمون حديثك دكتور أيمن يبدو أنك تتفق مع المقولة التي تقول أنه لم ينال أحد من الشعب الفلسطيني قدر ما نالت الفرقة الفلسطينية من الشعب الفلسطيني. بالتأكيد بالتأكيد هذا مؤلم، وهذا مؤلم بشكل كبير جدا، وكانت لدينا فرصة أن نتجاوز كل ذلك خلال الفترة الممتدة الطويلة خلال 70 يوما ولم نتجاوز. ورغم كل ذلك أتمنى أنا على صعيد الشخصي أن يتم الاتفاق واللقاء وأن نخرج بتشكيل إطار قيادي مؤقت لإدارة الحالة الفلسطينية التي تمر في ظروف صعبة. الأمر لا يتعلق فقط في وضع صعب في غزة وفي الضفة الغربية، هو عندما يتحدث نتنياهو ومجموعة قطعان المستوطنين الذين يحكمون في الضفة الغربية إن كان سمرتش وبن غفير بالهجوم على السلطة، إذن هناك الكيانية الفلسطينية مهددة في كل مكان، وعملية تهجير الفلسطينيين في غزة اللي أنا أعتقد هذه سقطت من الحسابات بشكل كامل، ولم تعد حتى فكرة إزاحة الفلسطين على سيناء ممكنة أمام صمود الفلسطيني وأمام صمود الموقف المصري الذي تجاوز حدود فقط ليس القصر أيضا الطوعي. بالتالي أنا أعتقد هذا الأمر يدفع باتجاه أن الأزمة الأكبر هي في الضفة الغربية مستقبلا، بتقديري أن الحرب ستضع أوزارها بقوة بهذا العنفوان قبل نهاية هذا العام، وبالتالي سيكون هناك إعادة تموضع لجيش الاحتلال، وسيعيد الاحتلال بنفس النمطية في الضفة الغربية على أكثر قساوة، هو يقسم غزة 3 مناطق في حاجز محفوظة سابقا الذي يفصل خان يونس ورفح عن الوسطى، وحاجز نتسريم سابق الذي يفصل غزة عن الوسطى ويتحكم في الطريق الرئيسي لغزة يربط شارع صلاح الدين الذي يربط غزة شمالها وجنوبها، وكذلك شارع البحر قد يقفله، وبالتالي يعيد تموضع الاحتلال في هذه المنطقة بشكل كبير جدا، عسى أن يتغير الدرس. ولكن دكتور يعني أهلا بك مرة أخرى، حتى في الضفة الغربية هناك تصعيد أيضا غير مسبوق في الضفة الغربية، هناك أيضا تصعيد على الحواجز في القدس المحتلة، إذن يعني جيش الاحتلال لم يعد يفرق ولم يعد حربه أو عدوانه فقط على قطاع غزة، لذلك إذا ما وضعت أيضا هذه الحرب أوزارها في قطاع غزة في نهاية العام كما تتوقع، ولكن هل ستهدأ الأوضاع أيضا في الضفة الغربية في ظل أيضا تأكيد أمريكي بأنه لابد أن تكون غزة مع الضفة الغربية، إذن دولة فلسطينية تضم الضفة الغربية وغزة، ما هو السيناريو المتوقع؟ يعني أنا أريد أن أفصل بين ما يقول الأمريكان وما يقول الإسرائيلي بصراحة. الأمريكان يقولون ولا يستطيع أن يلزم الاحتلال الإسرائيلي بخلال سنوات طويلة ذلك، وأقل تقدير خلال 3 سنوات من حكم بايدن كان يتحدث عن حل الدولتين ولم يستطع أن يعقد مؤتمر دولي للسلام أو يجلس الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وآخر محاولة كانت عام 2014. لذلك أنا أعتقد أن ما يحدث الآن في الضفة الغربية هو كان قبل أحداث 7 أكتوبر، وغزة انتصرت للضفة الغربية والقدس عندما وجدت كل هذا الهجوم على الضفة الغربية، لذلك الهدف هو الضفة الغربية. الاحتلال بالنسبة له كان يريد إزاحة غزة بجانب، يرتاح من صداع غزة، هناك تسمين كما كان يتوقع لغزة، وأن يكون هناك هدوء في غزة وأن يتفرد بالضفة الغربية. رأينا قبل أحداث 7 أكتوبر كيف يتم الاعتداء على المواطنين في الخليل، في نابلس، في بيت، في طبعا عقبة جبر، في جنين، في جنين أكثر مكان تعرض للاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والاغتيال. يعني نتحدث خلال 72 ساعة استشهد في جنين 12 شهيد فلسطيني واعتقل أكثر من 100 في خلال 72 ساعة، وبالتالي الضفة الغربية مستباحة. هذا ما يدفعنا باتجاه الآن لماذا تتمسك السلطة حتى هذه اللحظة بالشعرة الأخيرة وهي التنسيق الأمني. إن أردنا أن نذهب حقيقة الأمر هذا يعني أنه نذهب باتجاه أن تنهار الكيانية الفلسطينية. إن أردنا أن نتمسك بالكيانية الفلسطينية، وأنا مع التمسك بالكيانية الفلسطينية، وهذا يمكن موقف مهم جدا أن دائما نقول أنه الكيانية الفلسطينية مهمة، كيف يبنى عليها، كيف نطورها، هو باتجاه أن نذهب كما أشرت في بداية حديثي تشكيل إطار قيادي مؤقت يضم الجميع، يعيد هذا بناء حالتنا الفلسطينية. منظمة التحرير الفلسطينية منذ تأسيس عام 64 لم تجرى بها انتخابات، وأعتقد هذا مطلوب أن لا يبقى طبعا هذا حكر على تنظيمات هي توزع هذه المقاعد بينها، وهذا حق للشعب الفلسطيني أن ينتخب مجلس وطني
ولكن دكتور أيمن، يعني كما ذكرت أن ما وأردت أن تفرق بين ما تقوله الولايات المتحدة وبين ما تقوله إسرائيل. إسرائيل أيضا يعني تحدثت في أكثر من جانب، تحدثت عن منطقة آمنة، تحدثت بعد ذلك عن عدم احتلال غزة، يعني كان هناك حتى تصريحات متضاربة، ولربما هو هذا السبب الذي أدى إلى الخلاف الواضح ما بين واشنطن وما بين يعني حكومة نتنياهو فيما يتعلق بغزة ما بعد الحرب أو ما بعد العدوان. يعني الأمريكان، حتى وزير الدفاع الأمريكي نصح إسرائيل أن لا تخطو خطأنا عندما كنا مثل طبعا الوحش المجروح بعد أحداث 11 سبتمبر عام 2001، وبدأنا نضرب في كل مكان في العالم واحتلينا أفغانستان، وبعد 20 عاما أعدنا أفغانستان لطالبان بعد أن خسرنا الكثير من جنودنا ومن أموالنا ومن ذخيرتنا، وبالتالي هو ينصحهم بأن لا يخطوا نفس الخطأ. هنا الموقف الأمريكي يرى أنه الحرب يجب أن تقف رغم أنه لم يحقق الاحتلال هدفه. يعني اليوم قبل أن أكون معكم على الهواء هناك تصريح، طبعا قيل أنه في الإعلام العبري لمسؤول كبير أمريكي قال أن أيام السنوار أو الأخ يحيى السنوار معدودة، وبالتالي هذه قد تكون إشارة لإنهاء الحرب. هم يريدوا أن يحققوا أي نصر حتى لو تم من اغتيال أي شخصية، وأتمنى لا يحدث ذلك، من الشخصيات المهمة داخل كتاب القسام، وبالتالي يقول أن الحرب الآن انتصرنا في ذلك، لأنه نتنياهو يريد أن يحقق هو مجموعة الحرب لديه أو أما أطلق عليهم الغربان السود أي انتصار، وهو هذا حتى اللحظة لم يحقق شيء، وما استهدفوه حتى اللحظة 27 ألف شهيد بينهم من هم تحت الأنقاض أو فوق أو في المقابر، هذا الرقم جله من الأطفال والنساء والمدنيين العاديين، وبالتالي هذا الأمر يعطي دلالة أنه حتى لحظة الاحتلال لم يحقق أي هدف، والأمريكان يريدوا أن يزيحوا أو أن يهدوا هذه الحرب من خلال هدنة. طبعا أنا أعتقد الهدنة ستكون خلال الأسبوع القادم، يبدأ الإسرائيل بالاتصال بجانب المصري وبجانب القطري للوصول إلى هدنة وصفقات تبادل أسرى، لأنه فشلوا حتى الآن الوصول إلى أسراهم، ثم بعد ذلك إعادة تموضع كما أشرت، إعادة تموضع للاحتلال دون الحديث عن وقف الحرب. هذا الأمر يعطي دلالة أن الأمريكان يريدوا أن يعيدوا الأمل لحل الدولتين، فالاحتلال يرفض. اسمح لي دكتور أيمن أن نتحدث عن جزئية وقف الحرب، لكن أذهب في البداية إلى وصف أنت ذكرته منذ لحظات عن الضفة الغربية، قلت أن الأزمة الأكبر ستكون في الضفة الغربية لأن العمليات الاستيطانية تأكل أراضي الفلسطينيين هناك، و بإقامة عمليات استيطانية أو استعمارية بالمعنى الأدق وآخرها العملية الاستيطانية التي تم الاتفاق عليها من الحكومة الإسرائيلية، عملية القناة السفلى لبناء 1792 وحدة استيطانية أو استعمارية. بالتأكيد الآن الضفة الغربية يعني الاحتلال استغل انشغال العالم في الحرب في غزة، ولم نعد نتابع ما يحدث يوميا في اقتحامات في المسجد الأقصى، اعتداءات في الضفة الغربية، إلا ببعض طبعا التركيز على مثل جنين كما رأينا خلال الأيام الماضية. هناك أيضا تسليح المستوطنين، يعني هذه اللي بنتحدث عنها القناة السفلى التي تتحدث عن بناء مستوطنات كبيرة ستكون بمجملها تحيط مستوطنات ثم أيضا تبتلع مسافات كبيرة جدا من الضفة الغربية. المنطقة التي بها الصراع الآن في الضفة الغربية هي مناطق سي أو جيم، مساحتها 65% من الضفة الغربية، يقطنها نصف مليون فلسطيني، وهي منطقة بالنسبة للاحتلال سهل التمدد بها، ولم يكتفي بذلك ويعود للتمدد في مناطق بي اللي تمثل قرابة 22% من أرض فلسطين من أرض الضفة الغربية، وما بقى من الضفة الغربية مناطق هي اللي تمثل قرابة يعني من 13 إلى 15%، وهذه المنطقة اللي تسيطر عليها السلطة والاحتلال يقتحمها يوميا، يقوم بالدخول بشكل كبير جدا عليه. الاحتلال هو يريد أن يضغط قدر المستطاع في ظل هذه الحكومة اليمنية المتطرفة لتغيير ملامح أي حل سياسي. يعني عندما نتحدث عن حل دولتين أخ كمال وأختي دينا، أنا أعلم الضفة الغربية جيدا ماذا حدث بها، لم تعد الضفة الغربية هذه الكتلة المتماسكة، هناك قسمت إلى 7 أماكن مفصولة عن بعضها البعض، وعملية حتى لو تحدثنا عن حل الدولتين هو تفكيك هذه المستوطنات أو تصبح هذه المستوطنات كتل كبيرة في مكان واحد، إذن ستأخذ جزء من أرض الفلسطينية. حتى الوصول إلى ذلك هذا يحتاج إلى سنوات، لذلك أنا أعتقد أن حل الدولتين أصبح شبه مستحيل الآن، ونحاول إحياءه نحن لأنه نريد أن نتشبث في أي أمل. وحتى محاولات حل الدولتين غزة
غير مرتبطة بالضفة الغربية، وأقرب مكان بين غزة والضفة الغربية هي منطقة الظاهرية، وتبعد قرابة بين عنها وعن بيت حنون قرابة 20 كيلومتر طولة، وبالتالي هذه المسافة كبيرة جدا، من الصعب أن نجري بها نفق أو جسر يربط بين غزة والضفة الغربية، والاحتلال رافض بالأساس ذلك، وبالتالي هناك أكثر من معضلة تواجه حل الدولتين الآن. فكرة الدولة الواحدة يرفضها الإسرائيلي حتى نزع المستوطنات في المستقبل. دكتور أيمن، من الممكن أن يكون أمرا مستحيلا؟ يعني حدث هذا الأمر في السابق في مستعمرات أو مستوطنات إسرائيل في سيناء، تم نزعها وذهبت بغير رجعة من سيناء إلى إسرائيل. هل من الممكن إعادة هذا السيناريو مرة أخرى، أم أن ميزان القوى من الممكن أن يغير المشهد؟ يعني ما حدث في سيناء في اتفاقية السلام كان أمر طبعا كبير، لأنه كانت طبعا أولا سيناء كانت بالنسبة لهم في معتقداتهم أنها جزء من أرضهم، رغم ذلك خرجوا منها بشكل كبير جدا. الأمر في 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 الضفة قد يكون شبيه، ولكن هل النظام السياسي أو حتى المكون الاجتماعي داخل دولة الاحتلال اليوم هل هو نفس المكون الذي كان عام 79؟ مختلف كليا. اليوم نتحدث عن وصول هذا اليمين إلى الحكم، قياس درجة اليمين في داخل دولة الاحتلال. في عام 79 كان اليمين أو الحرديم كانوا نسبتهم لا تتجاوز في أحسن أحوالهم 13%، اليوم في استطلاعات الرأي يعطيهم لا يقل عن 40%، وهذا رقم خطير داخل النظام الحكم داخل دولة الاحتلال، وهذا ما جعلهم يصلون إلى الحكم. اليوم نتحدث عن توسع هذه المستوطنات، يقترب عدد السكان في مستوطنات الضفة الغربية من قرابة 800,000، وهذا رقم كبير جدا لم يكن موجود لا في مستوطنات سيناء ولا في مستوطنات غزة عندما تم إخلاءه. هو لا إن تم الموافقة على إزاحتهم، هل سيكون من السهل تفكيك هذه المستوطنات؟ حتى الحديث عن بقاء مستوطنات، كان حديث عن مستوطنات كبيرة مثل كريات شمونة وكريات أربعة، وأن تكون هذه أو مستوطنة جيلو، وهذه المستوطنات تكون مستوطنات كبيرة، كتل استيطانية كبيرة داخل حدود طبعا الأراضي الفلسطينية، ولكن تصبح جزء من دولة الاحتلال. يتم تعويض الفلسطينيين بدلا منها أراضي في صحراء حلوتس، ووافق العرب على فكرة في عام 2017 على ذلك، ولكن الاحتلال لم يوافق لاحقا على تنفيذ ذلك، وكل محاولات أن يتم معالجات هذا الأمر باءت بالفشل، ونتنياهو لا يؤمن وكل من معه الآن بحل الدولتين. هل سيأتي من هو يقبل بذلك ويقبل باتجاه تفكيك جزء كبير من المستوطنات، ضم جزء كبير منها لدولتهم، أن تكون كتلة واحدة، وأن يعوض الفلسطينيين في غزة في طبعا حتى لو كانت صحراء النقب اللي نطلق عليها جزء من اللي كان مطروح هو صحراء حلوتس؟ هذا الأمر أعتقد سابق لأوان الحديث عنه الآن، كل هذا قد يكون إرهاصات مستقبلية. يعني دكتور عفوا للمقاطعة، ولكن هذا ما يقوم به يعني الاحتلال الإسرائيلي أيضا حتى في القدس، اليوم أصبحت مقطعة الأوصال، يعني لم يعد هناك بالإمكان فعلا قيام دولة فلسطينية على أرض ممتدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إذا ما تحدثنا أيضا بحسب قرارات الأمم المتحدة بأن يعني الدولة الفلسطينية ستضم الضفة الغربية وأيضا القدس الشرقية، إلا أنه يعني لا يعطي فرصة على ما يبدو لحل الدولتين في الوقت الذي تحدث فيه بايدن وأكد بأن هناك خطة وضعت فيما بعد الحرب، وأيضا تحدث عن قيام الدولة الفلسطينية وحل الدولتين، ويعني كان هناك خطة موضوعة ما بين بايدن وكاميلا هاريس، ولكن اليوم يرسل مستشار الأمن القومي إلى إسرائيل حيث اجتمع بنتنياهو وأبلغه جالنت بأن الحرب ستطول، في حين التوقعات وما يريده يعني ما تريده الإدارة الأمريكية أن تضع هذه الحرب أوزارها قبل نهاية العام. إذن من يعني لمن سيستمع نتنياهو؟ هل لما يريده هو وحكومة الحرب باستمرار هذه الحرب والأمد الطويل للحرب كما يقول، وأم إلى الولايات المتحدة وستضع هذه الحرب أو العدوان أوزاره مع نهاية العام؟ وزاد أيضا جينتس اللي تحدث أنه ما يقوم به طبعا جالنت ونتنياهو هذا يحدث أزمة داخل الحكومة، هو خسارة البيت الأبيض بدون داعي. أنا أعتقد أنه البيت الأبيض يريد أن يتفرغ للانتخابات اللي بعد في مطلع هذا العام سيكون أمامه فقط 11 شهرا لإعادة طبعا محاولات إعادة الثقة للديمقراطيين الذين حسب كل إصلاح رأي يخرج الديمقراطيين من هذه الانتخابات، وسيعود ترامب مرة أخرى
أو الجمهوريين بقيادة ترامب إلى الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية. بايدن خلال زيارته في بيت لحم قبل عامين التقى مع الرئيس أبو مازن وسأل أبو مازن: ألا تريد أن تطبق وعدك في حل الدولتين، أقلها تعقد مؤتمر دولي للسلام؟ فقال للرئيس أبو مازن بشكل واضح: حل الصراع هذا لن يأتي إلا عندما يأتي سيدنا عيسى المسيح، إذن يوم القيامة. بالتالي الأمريكان يدركون أنهم لا يستطيعوا أن يلزموا الاحتلال باتجاه حل الدولتين إلا إذا طرحت خريطة جديدة. نعرف أن قرار التقسيم كان يعطينا 46% من أرض فلسطين التاريخية مع تدويل مدينة القدس، وكانت الأراضي متصلة، صحيح أنها كانت تمركز على النقب. الآن حل الدولتين يجب أن يعاد برؤية أخرى إن كان ولا بد، لكن الضفة الغربية وغزة بالشكل هذا أنا أعتقد حل الدولتين مستحيل. أنت أشرت أختي الكريمة حول القدس. القدس هي الهدف الأساس، لأنه خطة 2050 القدس هي خالية من الفلسطينيين بشكل كامل. إزاحة طبعا ما يواجه القدس الغربية حتى تلتقي بحائط البراق واللي بيطلق عليهم حائط المبكى وكتل المعربي، هذه المساحة بها مخيم شعفاط على سبيل المثال، وبلدات فلسطينية كثيرة مثل جبل المكبر وشيخ جراح وغيره اللي واجه خلال العام الماضي أزمة كبيرة جدا. هذه الكتلة السكانية كيف سيزيحوها إلا إذا قرروا عندما يسنح لهم الظروف أن يتم إزاحتهم باتجاه الجهة الشرقية من القدس، وبالتالي مثل يعني يزوحوا باتجاه السواحل الشرقية وبوديس ولا غيره. هذا الأمر ما يخطط له الاحتلال، أن تكون القدس الغربية متصلة بشكل مباشر بالمسجد الأقصى وبحائط البراق كما أشرت، وبالتالي الأزمة قادمة. وبالتالي من يلزم البيت الأبيض؟ هل يلزم ذلك ترامب عندما جاء في صفقة القرن؟ هو اعترف بالقدس موحدة دولة الاحتلال ووضع خارطة هلامية لمستقبل دولة فلسطين، وقال متروك لكم أن تعلنوها دولة، أن تعلنوها كيانية كما شاءت. الآن بكل القراءات التي تأتي من البيت من الولايات المتحدة الأمريكية، الديمقراطيين سيخرجون من هذا المشهد، وبالتالي حتى فكرة ما يطرح الآن عن أمل في حل الدولتين سيتلاشى بعد أن يأتي الجمهوريين مرة أخرى أو ترامب يعيد لإكمال مشروع السابق الذي توقف عام طبعا 2020. هل الأمور ستذهب بهذا الاتجاه؟ أعتقد هذا منوط بالانتظار بشكل أساسي، لكن أستبعد حل الدولتين. وأنا أعتقد مطلوب بدل من أن نركز نحن فلسطينيين في حل الدولتين أن نركز كيف نعيد ترتيب بيتنا الفلسطيني بشكل عميق حقيقي، نعيد ترتيب كل حالتنا الفلسطينية المشتتة، ونعيد إجراء إصلاحات في حالتنا الفلسطينية من خلال ليس أن يفرض علينا الأمريكان أو الإسرائيليين بتجديد شرعيتنا. نحن نجدد شرعيتنا بشكل طبيعي جدا، ننتخب رئيس جديد، ننتخب برلمان جديد حتى لو كان تحت الاحتلال، ويضع هذا البرلمان أو هذه أو المجلس الوطني رؤية اتجاه إدارة كل الصراع، حتى لو من ضمنه طبعا وقف الإعلان عن استمرار السلام، وقف، هذا يكون خيار فلسطيني بعد أن تجرى الانتخابات داخل الحالة الفلسطينية. نعم دكتور أيمن، بخصوص القدس، يعني جعلني هذا الحديث أتذكر أو أربط ما بين التاريخ وما بين الحاضر الذي نعيشه. التاريخ ذكر أن إدموند الليمبي وهو قائد التجريدة المصرية أو قائد القوات البريطانية التي كانت تتواجد في داخل مصر والتي ذهبت لتحارب الأتراك العثمانيين في الأراضي الفلسطينية في العام 1917، وعند دخوله إلى القدس في نفس العام خلع الحذاء، دخل حافيا، وذكر أن الآن انتهت الحروب الصليبية. في نفس العام تم خروج وخرج وعد بيلفور بإقامة وطن قومي لليهود، وأصبحت إسرائيل هي ربيبة للغرب بشكل عام، سواء الولايات المتحدة أو لبريطانيا. هل التاريخ يحدثنا عن الواقع الذي نعيشه الآن؟ يعني أنا أعتقد أنه كان الأمور الآن تختلف بشكل أساسي، كانت في حين هو تجهيزات لميلاد هذا الكيان الموجود. وبالأمس تحدث بايدن: أنا صهيوني ولست يهودي، ولو لم تكن دولة اليهود أو هذه الدولة مش موجودة لأوجدتها أو لدعمتها. وبالتالي هذا الأمر يأتي ليس فقط في أنه الآن انتهت الحروب الصليبية، أعتقد أنه الأمور تذهب باتجاهات أعمق من ذلك، أنه الآن هو تقوية. نعرف أخي كمال يعني أنه بعض من يؤمن بصراع الديني بمعركة هرمجدون، وهو اللي بيمتد عددهم الأكثر من 700، بيتحدث عنهم المسيحيين الصهاينة عددهم يقترب من 700 مليون في العالم، ولا يؤمنوا بالصراع الديني للأسف الشديد. وهذا اللي جعلني تاني أتحدث حتى في لجدهم عندما يتحدث عن نبوءات حزقيل أو إشعياء خلال كلماته المختلفة في أكثر مرة. وجزء من للأسف الشديد من حكام البيت الأبيض يؤمنون بذلك، وبالتالي هم يدعموا بهذا الاتجاه بشكل أو بآخر. الصراع في القدس هو صراع
بصراحة يختلف بشكل كبير جدا. ونعرف أنه الجمهوريين اعترفوا أن القدس عاصمة الاحتلال وساعدوا باتجاه أن يرسخ الاحتلال ذلك من خلال نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. اليوم لو ذهبنا إلى البعد التاريخي، سنة 1799 نابليون بونابرت عندما جاء إلى المنطقة قال هنا يجب أن يكون يهود. إذن فكرة إنشاء وطن قومي لليهود في هذه المنطقة هي فكرة يتوارثها المستعمرين جيل بعد جيل. ذهب الفرنسيين، جاء البريطانيين أعطوا وعد بلفور، ثم الانتداب عندما وضع يده على فلسطين عام 1922 ساعد في تأسيس الوكالة اليهودية لجلب اليهود من العالم إلى فلسطين. ورغم كل الاحتكاك الذي كان بين منظمات يهودية والبريطانيين إلا أنهم سهلوا لهم إنشاء هذا الكيان، لأنه كان بالنسبة لهم هو مشروع كبير جدا. الأمريكان ورثوا هذا المشروع من بريطانيا ويكملوا بنفس السياق بنفس الحفاظ. هل هذا بالفعل هو نتيجة المعتقد الديني أم معتقد المصالح بضرورة وجود هذا الكيان في المنطقة ليخدم مصالحهم؟ أولا يمنع حالة أيهما أقرب، المعتقد الديني أم المصالح أم الاثنان معا؟ الاثنان معا بالتأكيد، الاثنان معا. عندما تلتقي المصالح مع معتقد ديني يجب، لأنه الحركة السنية عندما أنشأت ربطت في لجلب اليهود من العالم ربطت العامل الديني لجذب يهود العالم بحجة أن هذه أرض الميعاد، وبالتالي نجحت في جذب جزء كبير جدا من يهود العالم باستغلال العامل الديني. لكن أنا أعتقد أنه جزء، للأسف أنت تقرأ بتفاصيل من يعتقدون، اللي بعض يعتقدهم حراس المعبد وبعض يقدم الماسونية وبعض يذهب باتجاه الصهيونية الدينية الصهيونية عفوا المسيحية. عندما تقرأ في هذه الأدبيات تتفاجأ أنه هو لا يؤمن بضرورة أن يعاد تمكين اليهود، وهذا يعني بشيء خطير جدا، تمكين اليهود في مدينة في فلسطين وفي القدس بالتحديد، وأن هو لا يتمكنوا من لاحقا أن يحضروا بقرتهم الحمراء وحرقها، وبعد ذلك التضرع وتحدث ينزل سيدنا عيسى المسيح ثم تعود الحرب ويسيطر. يعني أشياء تدخل في بصراحة خزعبلات غير منطقية. هذا يشجعهم باتجاه هذا الاتجاه داعم دولة اليهود، وارتفاع حتى التطرف الديني داخل المجتمع الإسرائيلي. اليوم بتحدث مجتمع إسرائيلي متطرف لا يؤمن حتى بالسلام مع الفلسطينيين بشكل كبير جدا، وإصلاحات الرأي تعطي أكثر من 65% من المجتمع الإسرائيلي ضد السلام. أيسير في هذا المنح أو في هذا الطريق أيضا المشهد المستفز لتدنيس الجنود الإسرائيليين، جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي لأحد المساجد في جنين اليوم أو بالأمس كما تابعناه، عندما وقف أحدهم على المنبر وأخذ يتلو بعض التلاوات التلمودية، وأيضا الآخر أمسك بالميكروفون الخاص بإقامة أو رفع الأذان وأخذ يغني في داخل المسجد. سؤال مهم بصراحة وإشارة مهمة جدا كمال. يعني أولا هذا ليس جديدا عليهم، ولكن نشر حتى الإعلام العبري اليوم علق أن نشر هذا المقطع بهذه الطريقة هو استفزاز للمسلمين في العالم، وهذا سيثير من حجم الكراهية لدولة الاحتلال بالتحديد والتحريض على اليهود في العالم. في هذا حدث في القدس عام 2013 عندما اقتحموا المسجد الأقصى، وحينها اعتبروا أن باحات المسجد الأقصى حدائق عامة، وصدر قانون في حينه في ذلك، احتسوا الخمر داخل باحات المسجد الأقصى ورقصوا وغنوا داخل المسجد الأقصى داخل المسجد نفسه وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. وبالتالي هذا الأمر ليس سابق إليهم، ولكن في ظل النقل اللي تم اليوم أنا أعتقد هذا سيمثل بالنسبة لهم أزمة كبيرة جدا. وهذا يؤكد، يعني أنا أتمنى ممن يتابع ما يدور في عقلية هؤلاء المتطرفين أن يذهب إلى المدارس الدينية التي تنشئهم هؤلاء في المدارس الدينية، يتأسسون لكره كل الديانات حتى من ضمنها المسيحية، وفقط أن يكون فقط هو تقديس اليهودي بذاته، أن اليهودي هو الأفضل على كبشر على وجه البشرية. صحيح. بالتالي كل ما دون ذلك بالنسبة لهم يجب أن يكون أغيار وعبيد. هذه الفكرة هو سر البركة على الأرض، وبدونه تنقطع بالضبط الأمطار ومن ثم لا حياة على الأرض. بالضبط. وهذا يلقنونه في مدارسهم، هذا بعد أن يلقنه في مدارس الابتدائي. عندما يصبح شابا ويذهب إلى جيش الاحتلال نراه بهذه الصورة، ورأينا جزء منهم حتى في الاحتفالات المسيحية يبصقون على المسيحيين، رأيناهم هذا في القدس ونقلتهم شاشات كثيرة جدا. وبالتالي أعتقد في بيت لحم وفي القدس بالضبط. هذا يعطي دلالة على أنه هذه التربية اللي يجب أن العالم أن يسمع، العالم اللي بيطالبنا بتغيير مناهجنا أن يذهب ويقرأ ما يتعلمونه، الكره لكل أطياف البشرية على الأرض، والكره للعرب ويعلمونهم أن العرب الجيد هو العرب الميت ويجب قتل العرب. كل هذه التي ينشأ عليها يجعله يذهب إلى المسجد ويلقي هذه
الترنيمات التلمودية وآخر يغني، وهذا يعطي دلالة على أن هذا سيستحضر الصراع الديني مهما حاولوا استبعاده، لأنه هم الذين يستحضرونه. واليوم نحن نتحدث، نحن ضد أن تتفجر المنطقة وتشتعل بشكل أو بآخر، ونحن دائما نقول نحن خلافنا مع الصهيونية وليس مع الديانة اليهودية. وحتى فكرة من هو اليهودي هذا صراع فتح على سنوات طويلة في تسعينات القرن الماضي داخل دولة الاحتلال، وبالتالي نحن دائما نقول نحن صراعنا مع الحركة الصهيونية ومن يدعمها، ولسنا صراعنا لا مع اليهود بالتأكيد. بالضبط. يعني ولذلك يعني أدركت إسرائيل والجيش الإسرائيلي خطورة هذه الصور، وأعلن المتحدث بأنه سيتم معاقبتهم. يعني هو بالتأكيد كانت مشاهد تثير الغضب ضد الإسرائيليين في كل مكان. ولكن دكتور، يعني عندما نرى أيضا بأن الولايات المتحدة يعني أخذت بعباءتها كل، إذا ما صحت التعبير، كل الدول الأوروبية في التأييد المطلق لإسرائيل مع بداية العدوان على قطاع غزة، ولكن بدأت الدول الأوروبية تغير من مواقفها، وهذا واضح، وخاصة يعني اليوم إسبانيا تدعو إلى مؤتمر دولي للسلام وضرورة العودة إلى حل الدولتين، فرنسا تغيرت يعني وجهة نظرها، و بانتظار أيضا زيارة للرئيس الفرنسي إلى لبنان، لربما هناك أيضا محاولات لي يعني الحديث مع إسرائيل. لكن يعني عندما نرى فرنسا غيرت من دعمها المطلق إسبانيا، ما رأيناه أيضا في مجلس الأمن على الرغم من عدم القدرة على استصدار قرار واستخدام الفيتو الأمريكي، إلا أن كان هناك دول وقفت إلى جانب الفلسطينيين. إذن إلى أي مدى ترى اليوم بأن هذه الدول يعني انسحبت من عباءة الولايات المتحدة، وهذا لربما يدفع الولايات المتحدة إلى مزيد من الضغط على إسرائيل لإيقاف هذا العدوان؟ بالتأكيد، يعني أسبانيا من الأول من بداية الحرب هي موقفها واضح، لكن فرنسا كان موقفها يعني متشدد، وجاء طبعا كما تابعنا ماكرون إلى المنطقة وزار قيادة دولة الاحتلال وقال وصنف حماس بكأنها داعش وطلب بإنشاء تحالف لمحاربة حماس وداعش في المنطقة، وهذا تراجع نتيجة طبعا ما رآه بصراحة. ولعبت مصر بصراحة دور مهم جدا من خلال عقد مؤتمر الدولي للسلام، ودقت جرس بضرورة أن يكون هناك للعالم استماع لصوت العقل، ورأينا موقف الأمين العام للأمم المتحدة عندما زار مصر وشارك في مؤتمر السلام موقف المتقدم. أعتقد أن كان أكبر دليل على التغير هو ما رأيناه بصراحة في اجتماع ليس مجلس الأمن، اجتماع الجمعية العامة، واللي صوت 153 مع وقف إطلاق النار، مع وقف هذه الحرب المصورة على شعبنا الفلسطيني، في حين قبل شهر من صوت لصالح هذا القرار شبيه له 120 دولة. دول مهمة جدا انضمت إلى تأييد القرار، من ضمنها فرنسا ودول وكندا، ودول امتنعت مثل طبعا بريطانيا وألمانيا، وهي من أهم الداعمين للاحتلال لإسرائيل. لكن يمكن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل التي استمرت في نفس السياق، معها بعض الدول الصغيرة، وأنا استغربت صراحة موقف النمسا اللي حتى الآن لا زال بنفس السياق، هو يمنع في النمسا حتى الآن خروج مظاهرات لتنديد بجرائم الاحتلال. لكن هذه الدول يحكمها الآن اليمين ويحكمها المصالح، وسيطرة للأسف الشديد الصهيونية على جزء من هذه الدول خلال سنوات الصراع الطويلة. الآن أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بحرج كبير جدا، لذلك هي بين الفينة والأخرى ترسل وفد. هناك وفد يتفاوض، كلفته نائبة الرئيس الأمريكي هيرس للتفاوض بين الجانب الأمريكي، الجانب الإسرائيلي عفوا والفلسطيني، هو منذ أكثر من أسبوع موجود في الأراضي الفلسطينية، يتنقل بين تل أبيب ورام الله ولم يغادر. اليوم رأينا أو أمس واليوم رأينا المستشار الأمن القومي الأمريكي يزور المنطقة ويتفاوض مع الجانب الاحتلال الإسرائيلي والجانب الفلسطيني. هناك الأمريكان معنيين برفع الحرج عنهم، أقل تقدير أن تقف الحرب بشكلها المستعر، وكما أشرت تعاد تموضع الاحتلال في تنفيذ مهامه لليوم. قال أن نحتاج إلى شهور، الأمريكان لم يقبلوا أن يتم دفع بشهور، لكن هل الأمريكان يستطيعوا أن يوقف الحرب؟ يستطيعوا أن يوقفوها إن قرروا بشكل أساسي وقف الدعم الأقل تقدير العسكري والدعم في المؤسسات الدولية للاحتلال الإسرائيلي من خلال طبعا إصدار قرار مجلس الأمن بوقف الحرب. هذا سيمثل ضغط كبير جدا على الاحتلال دون فيتو أمريكي أو بريطاني. الأمر الثاني أن يكون هناك وقف للدعم العسكري المتواصل، يعني الأسطول عفوا الجسر الجوي الذي ينقل الأسلحة
من واشنطن الى طبعا الى تليبي لم يتوقف، واخرها كانت صفقه القذائف المدفعيه اللي قدرت في حينه بين 12000 و 14000 قذيفه ذكيه لم تستخدمها اسرائيل من قبل في قصف قطاع غزه، وبالتالي كل هذا الامر يستطيع ان يكون متغير مهم جدا لو ارادت الولايات المتحده. هي كما اشرنا هي تستعد للانتخابات، وبالتالي عليها ان تنجز هذا الملف. نعم. في اسرع وقت. دكتور، هل ترى بان عدم ارسال او الامتناع عن ارسال البنادق هو مؤشر، وهذا ما بررته الولايات المتحدة من أجل كف يد المستوطنين في الضفة الغربية؟ يعني عندما يتم توزيع 45 ألف بندقية، الأمريكان يشعروا بحرج كبير جدا وخشية أن يتحول الصراع ينفجر بين المستوطنين وطبعا الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي حتى اللحظة لا تزال تتمسك بعدم الاشتباك مع المستوطنين، لكن ستشعر هذه الأجهزة الأمنية بحرج عندما يدخل المستوطنين، عندما تحدث أي عملية في الضفة الغربية يدخلوا ويقتحموا مدن في الضفة الغربية مدججين بالأسلحة، هذا سيمثل أزمة كبيرة جدا. الأمريكان خلال الأيام الماضية تحدثوا بأنهم أصدروا قرار بمنع منح التأشيرات لهؤلاء المتطرفين، وطلبوا من طبعا نتنياهو كبح جماع بن غفير وسمريتش والمتطرفين في المستوطنين. أنا أعتقد منع أو الحديث عن عدم مقدرة البيت الأبيض على إرسال هذه البنادق، لأن هذه البنادق ليست للحرب على غزة، هي للمستوطنين في الضفة الغربية، وهذا بالتأكيد أعتقد خطوة للضغط على المستوطنين، خاصة أن هذه البنادق ستذهب إلى ما أطلق عليه بن غفير تشكيل الحرس الوطني، واللي يسعى من خلال هؤلاء المستوطنين أن يكونوا نواته، وهذا سيمثل أيضا حرج كبير جدا إذا ذهبت هذه البنادق ثم تحول إلى اشتباك مباشر مع طبعا حاول الأمريكان خلال أقل تقدير منذ عام 2005 حتى الآن 18 عاما بإنشاء العقيدة الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي تعمل في الضفة الغربية، وأشرف في حينه في فترته اللي طبعا يعني مفوض أمريكي اسمه دايتون حتى تمكن من إنشاء هذه غرفة العمليات المشتركة وإنشاء طبعا رؤية وعقيدة للأجهزة الأمنية. هذا سينهار إذا ذهبت كل المستوطنين للاشتباك مع الأجهزة الأمنية، أو لو ذهبوا إلى الاشتباك مع مدن وقرى فلسطينية ستضطر في حين الأجهزة الأمنية أمام كل هذا الحرج أن تشتبك مع المستوطنين. وبالتالي إذا حدث هذا الاشتباك ما بين الأجهزة الأمنية وما بين جيش الاحتلال الإسرائيلي هو تمهيد لأيضا عملية تهجير أخرى، لكن هذه المرة إلى الأردن، والأردن بالطبع كمصر حذر مرارا وتكرارا من هذه الخطوة. بالتأكيد في لو حدث هذا الأمر، وهذا وارد على فكرة، يعني حتى لو نعطيه 10% وارد في الحسبان أن يحدث ذلك. الإسرائيليين هم بعينهم على الضفة الغربية والقدس أكثر من عينهم على غزة كما أشرنا، لكن هم ينتظرون حدث محدد ثم يتم إزاحة هذه الكتلة السكانية. سكان الضفة الغربية جزء كبير جدا منهم يحمل جواز الأردني غير غزة، وبالتالي عملية لو تم ذلك فعملية الإزاحة ستكون ممكن قد تكون أسهل بالنسبة للإسرائيليين، لكن أنا أعتقد الشعب الفلسطيني لن يقبل بذلك وسيتمسك بأرضه وستكون الأمور أصعب في الضفة الغربية. لذلك دائما الأمريكان يحذرون أن الأزمة في الضفة الغربية قد تكون أكبر، لأن الضفة الغربية هي في تواجدها غير غزة، أولا لأن هي تحتضن جزء كبير جدا من مدن اللي للأسف نقول عنها إسرائيلية ولكن هي مدن الفلسطينية التاريخية، بالتالي سيكون من السهل من الضفة الغربية أن يكون اشتباك في يعني بين مسافة بين على سبيل المثال مناطق في الضفة الغربية وبين غوريون لا تتعدى 20 كيلو، في حين أن غزة حتى تصل بين غوريون تحتاج إلى 90 كيلو، وهذه المسافات تجعل أن الخطر سيكون أكبر، وعملية الضغط على سكان الضفة الغربية وأن انفجر ذلك سيكون الأمر صعب على دولة الاحتلال بشكل أو بآخر. طيب دكتور أيمن، سؤال الأخير لك، توقفت عند حديثك منذ لحظات عن أن الأمريكان بإمكانهم أن يوقفوا هذه الحرب، كيف يمكن هذا؟ و يعني منذ عدة ساعات جون كيربي المسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي ذكر شروطا تعجيزية من أجل وقف الحرب، منها أن تقوم حماس بتسليم السلاح، منها أن تقوم حماس بتسليم المحتجزين. هذين الأمرين أمورا سهلة، لكن في ثالث الأمور وتسليم المسؤولين عن هجمات 7 أكتوبر، وهناك صعوبة في تحديد هؤلاء. يعني حديث كيربي هو اعطاء طبعا مبرر للاحتلال في استمرار الحرب، ولذلك احنا تحدثنا انه قد يعيد التموضع مره اخرى، لكن لو قرر الامريكان هناك كمان نتحدث وقف هذه الحرب فامامهم بيقفوها بطريقتين، الاولى وقف امداد الاحتلال الاسرائيلي بالاسلحه والذخيره،
وندرك أن أهم مصدر للذخيرة والسلاح الإسرائيلي هو الأمريكان. الأمر الثاني اتخاذ قرار في مجلس الأمن دون فيتو أمريكي بوقف هذه الحرب، وتحت طبعا بند 99 وتحت مادة 99 التي طلب غويترش طبعا عقد جلسة لمجلس الأمن تحت هذه الأمر متحدون من أجل الأمن والسلام الدولي. هذا الأمر قد يوقف هذه الحرب. الآن هم يريدوا أن يعطوا آلية لإيقاف هذه الحرب، ليست في تصريحات كيربي. أنا أعتقد ما يتم مناقشته مع الإسرائيليين الآن هو حتى يوم واحد أو نهاية هذا العام أن يتم الإعلان عن وقف الهجمات العنيفة ضد قطاع غزة وانسحاب الاحتلال من عمق المدن إلى أطرافها كما أشرنا، وإعادة التموضع مع استمرار الحرب بطريقة ما يريدها الإسرائيل، الضغط على حماس قدم المستطاع، عدم عودة حماس للحكم في قطاع غزة، واستمرار حرب طويلة قد تدوم عدة شهور. هذا الأمر طرحهم فكرة تفكيك بشكل أو بآخر الجناح العسكري، وطبعا طرحت فكرة إزاحة قيادات من حماس خارج قطاع غزة بقصة في الجناح العسكري. هذه أفكار تطرح بين الفين والأخرى، ولكن بالتأكيد هم يجدوا رفض من المقاومة فتعاد بين الفين والأخرى طرح أساليب جديدة. جزيل الشكر على كل هذه القراءة للأحداث، الدكتور أيمن رقب أستاذ العلوم السياسية كنت معي من القاهرة، شكرا جزيلا لك. إذن من غزة هنا القاهرة، والتغطية مستمرة على مدار 24 ساعة لآخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة من القاهرة الإخبارية. نلتقيكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة. إلى اللقاء بمشيئة الله.